جاو عندي صحاب الإحصاء وسولوا ناس السمية والكنية مع من عايش بشحال من واحد كاين في الدار، وحنا في الأول كنا خايفين متخوفين تنقولوا ياك خايفين على مؤشر، ولكن هما لا، هما عاد تيجيو باش يحصيو الناس تيعرفوا هذا خدام هذا ما خدامش، لأن باش الدولة دير خدمتها إن شاء الله في المستقبل غدا. جاو عندنا ودقوا علينا في الدار وداك الشيء واستقبلناهم استقبال حار، وقال لك الله يجزيك بخير بغينا نحصيو الناس اللي كاينين في هذا المنزل. قلت لي ما كاين حتى مشكل، قلت لهم كاين الأب وكاين الأم وكاين ثلاثة الأبناء. قلت لي واش كاين شي سؤال آخر؟ قال لك لا، حنا بغينا نعرفوا شحال كاين من واحد، شحال من شخص كاين في هذا المنزل. عطيتهم، قلنا لهم حنا خمسة الناس في هذا المنزل، وقال لك صافي اخويا شكرا. وحنا وقلت لي واش كاين شي سؤال اخر بهذا الاحصاء اللي حسيتونا؟ اشنو عطونا شي حاجه غايه عليها باش نعرفوا حنا هذا الاحصاء اشنو هو الاجمال ديالو. قال لك حنا لا بغينا نحصيو، بغينا نعرفوا حنا ما غندخلوا معكم لا في زيت لا في ضوء لا في ما لا في حتى شي حاجه، حنا بغينا الاحصاء، بغينا نديروا احصاء جماعي عام بين الشعوب المغربيه، وبغينا نعرفوا هذه المسائل اللي عطيناهم شحال حنا تنتكونوا تنتواجدوا في البيت، عطيناهم المسائل وتنشكرهم من هذا المنبر وتنقول لهم تحياتي واحتراماتي لهذه الاجوبه وهذا الاحصاء الجميل اللي غيكون في المغرب باش حتى الدوله تعرف بانه اشنو اش عليهم واش وراءهم. تنقول لهم من هذا المنبر تنقول لهم انا خيس مزيان الاحصاء يكون باش يعرفوا حتى هما اش عليهم، حيت الاعوام الفايته كانوا حصاب ولكن كانوا بعض الاغلاط، كانوا بعض الاغلاط، ولكن دابا الحمد لله دابا مني داروا هاد الاسئله وداروا هاد الاجوبه كما تنقولوا عطيتيهم شحال كاينه في الدار راه مزيان، حيت الاعوام اللي فاتت راه كانوا تيقول لك واش عندك الضوء والماء واش تخلص الماء والضوء واش كاري، واش شحال عندك ديال الابناء، واش خدام المراه واش خدامه، الاعوام اللي فاتوا دابا داروا الاحصاء زوين. واسئله في المتناول ديال يعني ديال المواطنين، هما تيجيو بعدا مبشورين في وجههم قاريين تيقولوا لنا السلام عليكم، عليكم السلام بخير لاباس، تيقولوا لنا اشنو السميه ديالكم، ها السميه شحال واحد عايش معاك، شحال فاش خدام انت، شحال الصالير ديالك، وهي غاديه بحال هكاك. يعني تنشكروا هاد الناس هادو اللي تيقوموا بالواجب الوطني يعني باش يخدموا البلاد ديالنا. الله يسهل علينا.